فبالنسبه له ده حل بالنسبه له. ده الهدف الحلو قوي، هدف مع الولاد الصغيرين ما تحاولوش تقلدوه لانه صعب. والله صعب صعب، بس يعني مش مشكله. الكبار لو قلدوا مشكله تمزق على طول. انا بقول لك في شيء ما حد لاحظه، الاهداف دائما تيجي عن طريق اخطاء مدافعين او حارس. هذا ما في خطا، هي مهاره. صح، ما في خطا. انت ما تقدر تلوم مدافع، الكروس صعب بين المدافعين وهو كابتن والحارس. انت طبعا مهاجم كبير، الكره اسهل يروح بايه بالضبط؟ بالهيد بدماغه. او حتى باليمين، او حتى باليمين هو راح بالعكسيه اصعب. ايوه لا انا اقول لك ما في خطا، ده في مركز ضعف يا محمد. الجسم لما يبقى في الهواء صح بيبقى مركز ضعف، هو اداها باور، اداها قوه، وجه الكره. ايوه ما دام قوه ممزوجه بمرونه ورشاقه، الولاد الصغيرين ما تحاولش تقلده. بالمناسبه نفس تقريبا نفس المكان كان هدف الظاهر رونالدو في 2002 كاس العالم بالرجل اليمنى سجل. وفي كرويف زي ما قال جوارديولا بعد الماتش صح، بس كرويف الكره ما كانتش بالعلو ده، كرويف الكره في النص الجسم صح، ده كره عاليه 2 متر واكتر ويروح بجسمه ويروح برجليه العكسيه ويروح بالمهاره دي، فهدف حلو تاتش وود والدقيق بالنسبه له. الحاجات دي يا محمد في الريكفري لما المدربين يستخدموها بعد المباريات، الولد ده محتاج ريكفري كتير. ترى التاتش وود تاليف، ها نعم. الناس تقول ما شاء الله لما تشوف شيء كذا مميز. تاتش وود ما ادري وين انت جايبها. حاضر ما شاء الله. فده وضع طبيعي محتاج وقت كويس. الاسترتشات انا اتفرجت على الفيديوهات بعد المباراه بتاع دورتموند، بيعملوا استرتشات خاصه، اطالات خاصه لان عضلاته ما شاء الله، لان عضلاته خاصه. عضلاته كبيره، حجمها كبير، فمحتاج وقت في الريكفري، محتاج اللعيبه اللي بتخدم عليه كويس من نص الملعب من الشمال لليمين. فاعتقد ان هو اضافه كبيره بالنسبه لي، وزي ما قلت ده مصباح علاء الدين لجوارديولا هذا الموسم، وغير فكر جوارديولا في مساله المداوره. في السابق ما في لاعب ما يرتاح مع جوارديولا، كل لاعب يجلس على الدكه مباراتين ثلاثه يجلس على الدكه، حتى دي بروين اللاعب المفضل كان استثناء حارس المرمى ايدرسن، حتى الان لعب كل مباراه تقريبا اساسي منذ بدايه الموسم. هالاند هو شوف زي ما قال كابتن محمد انه في طرق للريكفري عند مختلفه عند المدربين. نعم لا حتى في احيانا بعض اللعيبه لا يعني يجبر المدرب على انه يعمل الريكفري كامل بعد المباراه من خلال الجري 20 دقيقه او زي كذا، وفي بعض اللعيبه لا لازم انه يرتاح ما يسوي الريكفري هذا يعني بدنيا. ولكن كذلك العلم والرياضه تطورت يعني تقنيا، يعني ففي اجهزه انت تقدر من خلالها تقيس مدى جاهزيه اللاعب، هل هو مستعد للمباراه، عضلاته مرتاحه. فانا اعتقد انه السيتي يملك هذه الامكانيات، ومستحيل انه يجازف في لاعب مثل هالاند يعني غوارديولا. ولكن اعتقد كذلك في بعض المباريات انه يختصر عليه، حتى يقلل عليه بعض المهام، انه لا تضغط بشكل كامل، لا تطلع من 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 خط الدفاع، خليك بين لعيبه الدفاع. يعني في بعض الادوار يطلبها المدرب اذا ما كان يبي الحمل يكون كبير على اللاعب يعني.